مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم، ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابنا غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم، وذل لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، نار النحات عذبت الباني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 اغفر بها ذنبنا يا واسع الكرم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 اقبل بها صومنا يا واسع الكرم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 اشفي بها سقمنا يا واسع الكرم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 احفظ بها شيخنا يا واسع الكرم، أبياتها قد أتت 60 مع 100 أحسن بها ختمنا يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا يا ربنا وأكرمنا
بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أقواله وأفعاله وأخلاقه وأحواله يا رب العالمين، ومد في عمر شيخنا مع الصحة والعافية، واجزه عنا خير الجزاء وأتمه يا أكرم الأكرمين. تقبل اللهم منا بأسرار الفاتحة. مع السلامة.